السلام عليكم ورحمة الله. نواصل دراسة مختلف أنواع لفيغور دو ستيل أو الأساليب المجازية في اللغة الفرنسية، ونتعرف في هذا الدرس على لفيغور دانسيستونس. والمقصود بهذا النوع من الأساليب المجازية الأساليب المستعملة للتأكيد على فكرة معينة وإثارة انتباه القارئ لها. ونتعرف على أربعة أنواع من الأساليب، أولها لا ريبيتيسيون، ثم لانافور، le pléonasme، واخيرا لا غودوندونس. نبدا بالاسلوب الاول لا ريبيتيسيون، ومعناه التكرار، ويعتمد على تكرار كلمه او عده كلمات في نفس الجمله او الفقره، كما في المثال mon père était un héros، اي ان والدي كان بطلا. هنا تكررت الكلمه mon père في بدايه الجمله وبعدها مباشره، وهذا هو أسلوب لا ريبيتيسيون. في المثال الثاني Je rêve d'un monde meilleur، un monde de paix، أي أحلم بعالم أفضل، عالم من السلام. هنا أيضا نلاحظ تكرار الكلمة un monde مرتين في نفس الجملة. نفس الشيء في المثال الأخير La guerre a commencé، Je déteste la guerre، أي بدأت الحرب، أكره الحرب. تكررت الكلمة لا غير هنا مرتين كذلك. بالنسبة للأسلوب المجازي لانافور، فهو يشبه الأسلوب السابق لا ريبيتيسيون، إلا أن التكرار في لانافور يكون وفق ترتيب معين، إما تكرار الكلمة أو الكلمات في أول الجمل أو في آخرها، كما في المثال Un jour je réussirai، Un jour je serai libre، بمعنى يوما ما سأنجح، يوما ما سأصبح حرا. هنا جاءت الكلمة un jour في بداية الجملة الأولى وفي بداية الجملة الثانية كذلك. نأخذ مثالا آخر، هنا نلاحظ بوضوح أيضا تكرار الكلمات il y a des في أول الجمل الثلاث، ويمكن أن يأتي التكرار في آخر الجمل، كما في المثال التالي Je rêve de retourner à mon pays et passer mes derniers jours à mon pays، أي أحلم بالعودة إلى بلدي وقضاء آخر أيامي في بلدي. وهنا جاء تكرار mon pays في آخر الجمل. فالفرق بين la répétition و l'anaphore هو ترتيب الكلمات المكررة، إما في أول جمل أو في آخرها. في الأسلوب المجازي le pléonasme نقوم بالتأكيد على الفكرة بإضافة كلمة أو عدة كلمات غير ضرورية لمعنى الجملة ولها نفس المعنى. فمثلا الجملة J'ai vu de mes yeux un kangourou، أي رأيت بعيناي كنغرا. فعندما نقول رأيت فهذا يعني بالضرورة استعمال العينين، لهذا فالكلمات de mes yeux ليست ضرورية لمعنى الجملة بل زائدة للتأكيد على الفكرة، وحذفها لا يغير معنى الجملة. في المثال الموالي بول كونت سور لي دوا دو سا ما، اي يعد بول باصابع يده. هنا عندما نتحدث عن الاصابع لي دوا فمن البديهي انها اصابع اليد، وبالتالي فان الكلمات دو سا ما كلمات زائده وليست ضروريه لمعنى الجمله، الا ان اضافتها تعتبر تعبيرا عن التاكيد على الفكره. فنجد كذلك قول ان بوتينا، أي قزم صغير، فالقزم أصلا قصير القامة ولا داعي لوصفه بالصغر petit. ونجد أيضا parler avec la bouche، أي الحديث بالفم. هنا أيضا الكلمة la bouche أو الفم زائدة لأنه لا كلام بدون فم. وأخيرا نجد المثال reculer en arrière، أي التراجع للخلف. ففعل التراجع يكون دائما للخلف ولا داعي لإضافة الكلمة en arrière، أي للخلف. الأسلوب المجازي la redondance شبيه قليلا بالأسلوب السابق le pléonasme. ففي الأسلوب la redondance نقوم بتكرار الفكرة مرتين، كما في هذا المثال جون est riche، sa fortune est phénoménale، أي أن جون غني، ثروته هائلة. هنا نلاحظ أن الجملة تتكون من مقطعين يعبران عن نفس الفكرة، وهي أن جون غني. مثال آخر La rue est vide،
il n'y a personne dehors. ومعناه أن الشارع فارغ ولا يوجد شخص في الخارج. هنا كذلك نجد أن نفس الفكرة تكررت بكلمات مختلفة، والهدف هو التأكيد على الفكرة. في المثال الأخير، j'ai travaillé toute la nuit. Je suis fatigué, épuisé, affaibli. أي عملت طيلة الليل. أنا متعب، منهك، ضعيف القوى. هنا نلاحظ استعمال ثلاث صفات تدل على نفس الفكرة أنني متعب. كخلاصة سريعة للأساليب الأربعة السابقة، نجد أسلوب التكرار la répétition، وهو تكرار كلمة أو عدة كلمات، كما في المثال il faut être patient، très patient، بمعنى على المرء أن يكون صبورا، صبورا جدا. في الأسلوب l'anaphore يكون التكرار إما في بداية الجملة وإما في نهايتها، كما في المثال التالي حيث نلاحظ تكرار العبارة il n'est jamais trop tard pour في بداية الجملتين. أما الأسلوب le pléonasme فهو إضافة كلمة أو عدة كلمات غير ضرورية لمعنى الجملة. فنجد المثال trouver un travail est ma première priorité، بمعنى أن إيجاد عمل أولويتي الأولى. الأولوية هي أول ما يتوجب القيام به، وبالتالي فقول أولويتي الأولى ليست ضرورية، بل يمكن الاكتفاء بقول أولويتي فقط، وهذا يعني ظنيا أنها أول ما يجب القيام به. وعليه فإن الكلمة ما بخمير كلمة زائدة لا حاجة لها في الواقع، لكنها جاءت هنا للتأكيد على الفكرة. أما الأسلوب الأخير لا غودوندونس فهو التعبير عن نفس الفكرة بكلمات مختلفة. فنجد المثال Paul est français. Il est né en France. أي بول فرنسي، ولد في فرنسا. فسواء قلنا أن بول فرنسي أو أنه ولد في فرنسا فللجملتين نفس المعنى. وبهذه الخلاصة نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس. شكرا لمتابعتكم، وإلى درس آخر إن شاء الله.